استاذ ابو جاد يعطيك الف عافيه. اليوم يعني انتهت مرحله الشتاء والزعيم هلال القدس في الصداره وفي صداره الترتيب، والحمد لله انهينا الشتاء كبطل. ايش رسالتك من خلال المركز الاعلامي لنادي هلال القدس؟ يعني بدايه دائما الشكر لله سبحانه وتعالى. هلال هذا المكان طبيعي، واحنا من بدايه الموسم كنا ان شاء الله متفائلين انه احنا نكون بالمحل احنا موجودين في اليوم، بس طبعا كان الهلال بيمشي في منظومة هادئة بدون عجقة بدون أي نوع من المبالغات الإعلامية أو من نوع من المبالغات مع اللاعبين. الحمد لله عنا مجموعة من اللاعبين رائعة، سواء اللي موجودين على دكة الاحتياط، سواء بيلعبوا الجهاز الفني، إحنا بنحيي كابتن عمار وكل الطاقم الموجود معه، الطاقم الإداري موجود، بوجه لهم تحية. هاي الجنود الرائعة، جماهيرنا اللي إحنا بنعتز فيهم ونفخر فيهم، اللي دائما موجودين وساندونا بكل الأوقات، الجماهير هاي اللي إحنا بنقدرها ونعتز فيها، الهيئة الإدارية، شركائي في النجاح اللي بوجه لهم تحية جميعا كلهم باسمه ولقبها، مجلس الأمناء الرائع، كل الداعمين، أعضاء مجلس الشرف، كل منظومة الهلال سواء لاعبين قدامى سواء نجوم موجودين حاليا أو كانوا بالهلال سابقا، إحنا بوجه لهم تحية وبنقول لكم إنه إحنا اليوم موجودين بالصدارة، والأصعب إنه نحافظ على هاي الصدارة، وطبعا بجهود جميع اللاعبين، بجهود جميع المنظومة الهلالية لازم نكون إحنا بالصدارة ونتقدم في المرحلة. أصبحت أكبر والهلال موجود مكانه الطبيعي، وإن شاء الله المرحلة المقبلة هي مرحلة إنجازات ومرحلة فوز، وغير الفوز مش راح نقبل طبعا. بجهود كل الطاقم إحنا بنحييهم ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق الدائم، وإن شاء الله القادم للهلال بيكون أفضل، وفي مفاجآت طيبة جدا قادمة لنادي الهلال اللي إحنا نعتز فيه ونفخر فيه. يعطيكم العافية، طبعا تحية للمركز الإعلامي ولك يا عثمان والجميع الشباب بيشتغلوا معي. أستاذ أخيرا رسالة للجمهور، جمهورنا يعني في كل مباراة تواجده بيكون جميل ولطيف ورائع وداعم أساس للفريق وللنادي وللإدارة. يعني فهمتك، الفريق بدون جمهور بيكون شيء طعم، أو أي مباراة بدون جمهور ما طعم، خاصة الجمهور إلى جمهور أصيل اللي دائما موجود ورا فريقه. بنقول لهم إحنا المرحلة المقبلة هي مرحلة الجماهير، لأنه المباريات الجاي صعبة، الاستحقاق القادم مهم، خاصة إنه إحنا راح نلعب مباريات خارج ملعبنا البيتي، وبالتالي تواجد الجماهير بيعطي حافز، والبطل بده جمهور بطل زيه، وأنا بحييهم وبدعيهم إن شاء الله يكونوا موجودين معنا. نتضافر الجهود حتى بالتدريبات بالفترة الإعداد القادمة يكون الجماهير موجودة كما عقدنا عليهم داعم ومساندة للنادي الهلال، ويعطيكم ألف عافية.